نعرف أكثر شو يلي ناطرنا خلال الأيام القادمة. أكيد بدنا نرحب عبر الاتصال مع الدكتور إبراهيم خليل مصطفى. صباح الخير دكتور. الله يسامحك استاذ، صباح سادة المشاهدين. يعني صباح الخير دكتور إبراهيم، خلينا بالبداية نبدأ مع حضرتك ونعرف منك حقيقة هذا المنخفض الجوي واللي عم اللي حتشهده الأيام القادمة وكثر الحديث عنه بالبداية. يعني الحقيقة في يعني بلشت تأثير الهطولات المطرية البارحة مساء، نعم وسيستمر الهطولات يعني خلال اليوم، ولكن على فترات متقطعة وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، نعم ويزداد الهطول اشتدادا مع ساعات المساء والصباح يوم الجمعة. الحقيقة راح تكون هطولات غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، يعني خاصة يوم الجمعة بعد الظهر، وأيضا سيتم تأثير هذه الهطولات في المناطق الداخلية، في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى، ويمتد الامتداد إلى المناطق الشرقية، أيضا راح تكون غزيرة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية نعم والجنوبية الشرقية، راح تكون أيضا أمطار غزيرة. أما على المرتفعات الجبلية راح يكون في هطولات ثلجية على ارتفاع 1200 متر اعتبارا من الخميس مساء، وبعد ذلك سينخفض الهطولات الثلجية على المرتفعات الجبلية على ارتفاع 1000 متر، وخاصة 800 متر أو 700 متر في المناطق الجبلية التي تزيد ارتفاع 700 متر، وخاصة في مناطق القلمور والمناطق الشمالية الغربية. نعم دكتور، يعني مثل ما شفنا كثير على مواقع التواصل الاجتماعي كلهم عم ينزلوا عبر الصفحات يمكن خاصة انه في ثلوج رح تنزل ورح يصير في بدمشق ثلوج يوم الجمعة مساء او السبت الصبح. خلينا نعرف اكثر حقيقة هطول ثلوج بدمشق وبالمحافظات السورية. لا الحقيقة أن الهطولات الثلجية ستكون على المرتفعات الجبلية التي تزيد ارتفاعها على 800 متر، يعني عمليا دمشق عبارة عن 757 تتفاوت إلى 800 متر في بعض المناطق المحيطة بدمشق المرتفعات يعني. لكن راح ما تكون هطولات ثلجية على هذه الارتفاعات، راح تكون غزيرة يعني راح تكون هطولات ثلجية عادية، يعني الأمور مطمئنة جيدة جدا، يعني راح تكون الثلج بشكل طبيعي عادي، هذا أمر طبيعي يعني. نعم يعني ما بتؤدي الى انقطاعات او تخوف او انقطاعات المدارس او الى ال 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 يعني في الوضع ثلج العام سفر بشكل او عام شيء. يعني. نعم يعني بالنسبة لطرق السفر رح تكون طرق مفتوحة، يعني ما رح يؤدي هالمنخفض لإغلاق طرق السفر يمكن. لا الطرق كلها مفتوحه، لاني نحن بنعلم الجهات المعنيه بذلك وبهن عندهم استعدادات دائمه كما حصلت في المرات السابقه يعني. نعم واود ان اشير الى حقيقه بان نحن كمديريه عامه للطاقه الجويه نحن الجهه الوحيده الرسميه المخوله والمسؤوله عن الطقس والتغيرات المناخيه وكل ما يتعلق بالهطولات المطريه يعني او أكيد الثلجيه او اي شيء يتعلق بالتلوث والمياه يعني. هي نعم الحقيقه، اود ان اشير الى حقيقه اني ارجو من الساده المشاهدين يعني لذا الحصول على معرفه الطقس لمده يومين او اكثر، او اساس العوده الى المديريه العامه للطاقه الجويه، وذلك من خلال الهواتف المعروفه او ابواب المديريه مفتوحه او خلال وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه يعني. أكيد دكتور. كما يعني ايضا ود اشير الى حقيقه بان عدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، لان الحقيقه مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي مواقع تسليه وليس معنيه بهذا الامر وليس مسؤوله عن هذا الموضوع نهائيا. وبالتالي يعني انصح الساده المشاهدين وارجو منهم اني الاعتماد على مصدر الاساسي المسؤول عن الطقس يعني، وهي المديريه العامه للطقس الجوي. اكيد لهالسبب حضرتك معنا هلا عبر الهاتف دكتور لحتى تطمن العالم واكيد تخبرهم عن اخبار الطقس الحقيقيه. اكيد نعم دكتور. نعم نعم الحقيقه اود ان اشير الى ناحيه هامه جدا، يعني اتمنى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ان يكون استخدامهم لهذه المواقع ان تكون بناءه هدافه وليس هدامه يعني، او خلق نوع من البلبله والفوضى والزعر في صفوف المواطنين. نعم انصح اكيد الساده المشاهدين مره اخرى ان نعم العوده الى المديريه العامه للطاقه الجويه من نعم خلال وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه، لان على طول نحن موجودين على الاعلام بكافة أنواع يعني المرئي المسموع المقروء، وعم نعطي نشرات جوية يعني، نعم ومستمرين ومتواصلين مع الطاقة بشكل دائم.
نعم أكيد الله يقويكم، وإن شاء الله هيك موجة تكون خفيفة على السوريين ويطفوا، يمكن مع قلة الكهرباء هلا والمازوت وهيك إن شاء الله ما بتكون قاسية هالموجة على السوريين. إحنا كثير بدنا نتشكرك وشكرا كثير لك دكتور إبراهيم خليل مصطفى، شكرا لك ويسعد صباحك.